عطمي يبا جي بي اس. ماكو غير جي بي اس. شكو ماكو يا الاخو شكو منو بالدوانية منو زحمة يا اخي من ابراج الكويت للمسيلة ودني فيلك شك جي بي اس ماكو غيره امي وابوي في الجزيرة يا جويرة حطني بالك يبا نبي بري يبا كشتة سريعة بالمطلع وشغل جي بي اس ودني البحر يبا ابي موية يبا يا يبق واحد داقة بالخليج مشغل جي بي اس ماكو غيره جي بي اس. كبير المعلم حبيبي الشيب اخوي سامي شريد شلونك؟ ان شاء الله باكر يصير عندك تلاميذ وايد ان شاء الله ان شاء الله يا رب. اخيرك بين موش معدسه نسوي مرقوقه حلو نبي مرقوقه اقول لك يطبخون صح وفي ناس يعني يمكن يعرف شويه يمكن متابعينه مليون حلو انا شفت يعني تحت صفحته اتابع طبختين اشكر على الموضوع هي وايد اطلع برا وايد اذا الربع ما يطلعون برا يضيق خلقي والويكند يخترب عندي طلعت البر كانت ضروره وانا بعد ضروره اسوي شيء بعد اي نعم ليش لا مخرج عرفناك حلو وشيف عرفناك طيب وبالتلفزيون شفناك شنو ميولك بعد مخرج عرفناك حلو وشيف عرفناك طيب وبالتلفزيون شفناك شنو ميولك بعد انا والله تنقلت بين ميول كثيره غير الطبخ والاخراج حتى الاخراج كان عندي هوايه زين كنت العب كره وايد زين لاعب اي كنت العب وايد زين طبعا فريقنا من عيال فريقنا ما نستعين في احد من برا الفريق ماكو لا ممنوع هذا قبل بعدين تدري قالوا الناس قمنا نستعين في ناس مني ومني ولكن استمرينا نلعب كره لوقت متاخر صراحه انا حصلت لي اصابه بظهري وانقطعت قمت العب حارس صراحه يعني هم حارس يعني قبل مهاجم وسط دفاع هجوم حارس كل شيء العب الميول الثانيه كنت اركب خيل ما شاء الله اي ايام صليبيه وانا اطبخ واركب خيل وسوالف وايد ما شاء الله ميول ثانيه بعد شو اتذكر خيل كره طبخ بس وايد حلو ابو سعد اي الريحه ما شاء الله تبارك الله هي ضربتين صغار حلوين حلو زين الحين ما شاء الله عندنا ناس وايد وشيف كويتي وشيف البنات عندنا ما شاء الله نبي نوصل عالميه شنو ينقصنا حطني بالك يبا نبي بري يبا كشته سريعه بالمطلع وشغل جي بي اس قول لي يا جي بي اس ماكو غير جي بي اس عطمي 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 يبا جي بي اس ماكو غير جي بي اس نبي نوصل عالمية شنو ينقصنا انا والله ما ادري امانة ما ادري لكن نوصل العالمية يبيلة انت تروح تهجم عليهم في مكانهم كشتة سريعة بالمطلع وشغل جي بي اس انت حين ادري فيك شوف الغطا يرقص الغطا ان شاء الله بتشوله هذه مكسوره وتبرد زينه حق البار يا الحين طال عمرك باقي الله باقي البيديان ننزل البيديان البيديان ما يبي وقت وايد خطوطه ايوه الله ذوق الملحه انت خدهن لا خدهن خذ من تحت ايوه هذا مروق زين شلون الملحه لا تمام والله اوكي شفتني حطيت ملح لا هذا من مروق اللحم معيره انا ما شاء الله اي الحين نشوف بقى بعد بساعه البيديان يستحسن يعني شي 3-4 دقائق بس سكت جذر مره ثانيه اي خلي تحت انا صار تفضل ودي اضرب البندوق هذا عقب ما ينظر اليوزر اوه هذه كبيره صغيره هاي؟ اي احسن هذه حق النشاب زينه
الحين بزيدها الحين في النهايه شويه حلبه بعد احط الخبز الحين حط الخبز بعد البيديان يبي وقت عشان الخبز ما ياخذ وقت نزيدها شويه حلبه الحين عشان نعطيها ريحه فريش شوف بقريت الحين ايش بسوي انا بنثر خبز وانت شو تسوي تحرك زين طبعا احنا في العاده المرقوقه ايش يسوون فيها يرقون لها عينه تصير ضعيفه هذا شغل البر ينفع لهذا قولي ليش ليش نفس الطعم يعطيك اذا مو احسن من العينه ما شاء الله اي انت اعلم منك والله يا ابو سعود غمس 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 ادرسه والله وساعد ما قصرت غمس حبيبي غمس تعلم شيف سامي شريد الله العظيم ان مدرسه حبيبي تعلم منك طبخات البر الحلوه ما عليك زوج ستويه انا من قلت لك مرقوقه تشلبت اي والله شكلك من عشاقها اي والله صدق عشاقها بعد شوي هناك بالصحون بيبين هناك زين بعد نزيدها خبز انا مسوي لكم طبعا الريحه وصلت كل شيء اخواننا ايه مشاهدين شوف حالاته ما تصير صاكه وايد ها ايه. ما نكثر خبز حطني بالك يوبا نبي بر يوبا كشتة سريعة بالمطلع وشغل جي بي اس قول يا جي بي اس ماكو غير جي بي اس عطني 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 يوبا جي بي اس ماكو غير جي بي اس شو تحس وراك وراك ايه ابو سعد ايه خلص جدرنا الحين اشوف هذه اللحظات اللي نطفي خلصنا والجدر ما شاء الله المرقوقه بنحط المقطالي حذوق زين صحنك موجود هذه الجفه كانت تبيها بعد لا لا هذه حق هذه حق الخوض صحنك حالاته شوي غزير ها ايه غزير هني عشان المشاهدين الله الله الريحه ما شاء الله الحين ندور لحم الحيمه ايوه يزره 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 يا ما شاء الله عطنا رايك الراي خلاص الراي انتهى لا الراي انتهى ما شاء الله تبارك الرحمن ترى ما حطيت لك اللحم عشاني لا لا في 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 لحم صغير اللحم صار دايب ما شاء الله تبارك الرحمن بسم الله لحظه لحظه هاي اللحم ما شاء الله هذه الطبخات الحلوه ها بريه ها بريه الشتويه نعم ها انشب حق الربع اي انشب لهم يستاهلون يستاهلون يلا وننشب حق المشاهدين بعد الحين المشاهدين لهم النظره والاستاف التذوق الفعلي طاقم البرنامج والله حاره توها ظاهر من الجدر طاقم البرنامج يستاهل مشكور انت عليك بالعافيه اكيد شلون الحموضه زينه والله معتدله حلو انت اللي وزنتها بيدك ابو سعد مشكور وما قصرت يسلمك ربي انا ابي اكل اكل يعاني بالبر ما شاء الله تبارك الرحمن خذ راحتك يا طويل العمر مشكور يا ابو سعد ويعطيك العافيه وما قصرت بيض الله وجهك حبيبي تسلم الطبخه الحلوه البريه الشتويه اختيارك هذه جزاك الله خير مشاهدينا مشكورين وما قصرتوا ابو سعد الشيف الاول ما في غيره حبيبي شوفكم على خير ثم الله شكو ماكو يا الاخو شكو منو بالديوانيه منو زحمه يا اخي من ابراج الكويت للمسيله ودني فيلك شك جي بي اس ماكو غيره امي وابوي في الجزيره يا جويره حطني بالك يوبا نبي بر يوبا كشتة سريعة بالمطلع وشغل جي بي اس ودني البحر يوبا ابي مويه يوبا يا يوبا اقوى حداقة بالخليج مشغل جي بي اس قول يا جي بي اس ماكو غير جي بي اس عطني 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 يوبا جي بي اس
ماكو غير جي بي اس.